حفل تخرج الكليات العسكرية تزامناً مع الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. تبلغ سعادتي مداها ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وأعادوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه. اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، تسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة. أوجه لكم تهنئة ممزوجة بكل الأمنيات القلبية الطيبة بانضمامكم إلى صفوف القوات المسلحة المصرية لتنضموا إلى خير أجناد الأرض. كما يطيب لي أن أعرب عن عظيم التهاني لأسركم الكريمة الذين يحصدون اليوم ثمار ما زرعوه في نفوسكم ووجدانكم من قيم ومبادئ، وأقدم لهم التحية الواجبة.